مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات. موضوع اليوم هو الصورة الشخصية. ما هي الصورة الذاتية الخارجية؟ يعني المظهر الخارجي للشخص، والصورة تعني رسمك أنت لنفسك، لذلك فهذا يعني حرفيا رسم مظهرك الخارجي. هذه صورة شخصية لفانست فان جوخ في حياته، رسم المزيد من الصور الذاتية غير هذا. لماذا رسم الفنانون وجوههم مرات عديدة؟ يستكشف الفنانون أنفسهم لأنهم يعبرون باستمرار عن قصصهم في الرسم، لذلك من الطبيعي أن يتمكنوا من التعبير عن أذهانهم الداخلية من خلال الصور الذاتية الخاصة بهم. اليوم سترسمون جميعاً صورة ذاتية أنتم أيضاً، لكن قبل القيام بذلك سأعرض عليكم بعض الأعمال الفنية الحقيقية من أجل أن أعلمك كيف قام العديد من الفنانين برسم صورة شخصية مختلفة. أولاً لنشاهد مقطع الفيديو معاً. هل استمتعتم بمشاهدته في الفيديو؟ أريتكم أعمالاً فنية لفنانين منذ زمن بعيد، والآن سأعرض لكم صوراً ذاتية لأشخاص مختلفين. على الرغم من أنني لا أعرف من قام بإنشائها، عبرت هاتان الصورتان عن الخصائص الرئيسية لكل شخصية باستخدام خطوط بسيطة. الشكل ليس مفصلاً جيد، ولكن أنت يمكنك أن ترى بأنها غير مفصلة جداً، أليس كذلك؟ إذا أردت يمكنك التعبير عن صفاتك مثل هذه. هاتان الصورتان أيضا غير مفصلتين في الشكل، ولكن يمكنك معرفة أن خصائص كل شخص على قيد الحياة بدرجة كافية. المرأتان ترتديان إكسسوارات مثل الموديلات، ويبدو أنهما يرتديان ملابس فاخرة على الرغم من أننا لا نستطيع إلا أن نرى القليل. لم يتم تلوينها بدقة، لكن لا يزال بإمكاننا رؤية سحر الصورة. هذان الشكلان مختلفان تماما عن تلك التي رأيناها للتو، أليس كذلك؟ عبرت الصور السابقة ببساطة عن العديد من الخصائص، ولم تكن ملونة بالكامل، لكن هذين ملونتين بالألوان الكاملة. هذين الشخصين لا يشعران بأنهما نموذجان. لماذا نشعر هكذا؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم ظهور ألوان البشرة بلون واحد. إذا أردنا التعبير عنها كشخص حقيقي، فسنقوم بتلوينها بلون بشرة واحدة مع بعض التعبير عن الضوء والظلال. تبدو هاتان الصورتان أيضا عاديتين، لكنهما فريدتان جدا. لم يتم التعبير عن جلودهم بألوان كثيرة، لكن التعبير عن الظل بألوان الأزرق جعل الأشكال أكثر بروزاً. تصور هاتان الصورتان الجلد والشعر بألوان عديدة. أولئك الذين لم يروا هذا النوع من الصور من قبل قد يرونها غريبة. مع ذلك، إذا كنت تتذكر أن الفن يتعلق بالتعبير بحرية عن الأفكار والمشاعر التي تريد التعبير عنها، فلن تشعر بالغرابة بعد الآن. إذا كنت تحب استخدام العديد من الألوان، فسوف تستمتع بالتعبير عن مثل هذه الصور. هذه أيضا صورة جميلة على عكس سابقها، فإن عيون الشخص مغمضة والنباتات في المقدمة تخلق جوا هادئ. أعتقد أن ألوان الشعر والجلد والملحقات لا تختلف عن بعضها البعض وتتناسق جيدا. بمجرد إلقاء نظرة عن هاتين الصورتين ستحصل على الفور على انطباع بأنهما قويتان جدا، أليس كذلك؟ ذلك لأنه لم يستخدم ألوانا كثيرة، بل ألوانا قوية وضاربة إلى الأحمر في الغالب. كان هناك وقت كنت أحب فيه اللون الأحمر، اللون الأحمر المكثف. هل تحب القوة في الألوان؟
أي أنها تكون عالية التشبع مثل هذه، أم أنك تحب الشعور الناعم مع التشبع منخفض مثل الذي رأيناه سابقا؟ سيكون من الجيد أن تعبر بحرية وأن تكون تشعر بما هو يعجبك. إذا كنت لا تعرف نوع الشعور الذي يعجبك حتى الآن، فمن الجيد أن تجرب أشياء جديدة. هذه الصورة غير مرسومة بألوان مختلفة، وهي تعطي إحساساً بسيطاً. يمكنك أن ترى أن وضع الشخص مختلف تماماً عن الصور الأخرى. يداه مطويتان على الطاولة، ورأسها متكئ على يدها. تنظر عيناها إلى الأسفل، وعلى المنطدة توجد أزهار حمراء. أعتقد أن الصورة جذابة لأنها استخدمت ألوان الأزرق ككلها وأبرزتها باللون الأحمر. يمكنك أن ترى أن خصائص هاتين الصورتين حية جدا أيضا. عندما تنظر إلى الشكل بمفرده، فإنه ليس بهذه البساطة، إنه ليس بهذا التعقيد أيضا، إنه مصور بشكل صحيح للغاية. يتميز الأشخاص بطول الوجه والرقبة، ويمكنك رؤية شعرها الذي يعبر عنه بعناية خاصة في الصورة على اليسار. أعتقد أن الاختلاف الأكبر بين هذين الصورتين هو الخلفية. على عكس الخلفيات البسيطة، يمكنك أن ترى أن العديد من الأنماط المتداخلة تم التعبير عنها من واسطة الخلفية بشكل رائع. ولكن نظرا لاستخدام الأشكال والألوان البسيطة نسبيا للتعبير عن الأشكال، تبرز المرأتان. ماذا عن هاتين الصورتين؟ هل يمكنك تمييز الاختلاف عن الصورة الأخرى؟ معظم الصور التي عرضتها عليكم سابقا غيرت وعبرت عن الوجه أو الجزء العلوي، لكن هاتين الصورتين تعبران عن الجزء السفلي. في الصورة على اليسار الشكل بسيط نسبيا، لكن وضع الشخص مختلف تماما. عادة عندما نلتقط صورة أو نرسم صورة، فإننا نتعمد أن نتخذ وضعيات لها، لكن هذه المرأة لديها وضعية كما لو كانت في المنزل بشكل مريح. أعتقد أن الوضع الغير رسمي ممتع حقا. من ناحية أخرى، ترى المرأة على اليمين ترتدي فستانا ورديا وتحمل كتابا على خلفية وكرسي جميل. ربما كان الفنان يحاول عمدا خلق جو أنيق. هناك تشابه بين هاتين المرأتين والمرأة السابقة التي كانت تحمل كتابا. التشابه هو أنهم جميعا في منتصف عمل شيء ما أثناء حملهم لشيء ما. المرأة الموجودة على اليسار تعزف على الجيتار، ويبدو أن الألوان تجعلها تبدو أكثر جاذبية. بالنظر إلى الضوء البرتقالي على بشرة المرأة، فربما تشرق الشمس عبر النافذة المجاورة لها عند غروب الشمس. الصورة على اليمين تظهر امرأة تحمل كتابا كبيرا، ربما سبب التباين بين الفراء البني الغامق للكلب واللباس الأبيض للمرأة. تبرز الصورة إذا نظرت عن كثب، ستجد أن الفرو الكلبي مصور جيدا، وفي الخلفية هناك العديد من الخطوط التي تشبه نسيج الفراء. لذا حتى الآن نظرنا إلى الصور الذاتية المختلفة، كيف كانت؟ فكر في الطريقة التي ستعبر بها عن سماتك. اسمحوا لي أن أشرح نقاط اليوم. كيف سنقوم بالنشاط؟ أولاً، بالإشارة إلى الصورة الذاتية لفنانين مختلفين. فكر في النمط الذي ترغب في التعبير عنه. 2، ابحث عن صورة لنفسك تريد رسمها في ألبومك. إذا لم يكن لديك واحدة، فابدأ والتقط صورة الآن مع التعبير وتشكيل الصورة التي تريدها. 3، التعبير عن ملامح وجهك. يمكنك مراقبة وجهك والتعبير عنه، أو يمكنك التعبير عن شخصيتك
وعواطفك من خلال تعابير الوجه والأوضاع، والتعبير عن الشكل أو اللون الذي يتناسب معها. يمكن التعبير عن التشويه والمبالغة والسهو بطريقة فريدة. آمل أن يكون الوقت قد حان لمراقبة الصورة الذاتية لفنانين مختلفين والتعبير عن وجهك والتفكير بعمق في نوع الشخصية والخصائص. تم إنهاء فصل اليوم. أشكر الله على السماح لي بالحضور إلى الصف معك. يرجى التطلع إلى الفصل التالي. شكرا جزيلا على مشاركتك.